اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في هذا العدد الجديد من حصتكم صريح جدا. موضوعنا لنا اليوم حيكون حول الانتخابات المحليه المقبله. مع انطلاق الحمله الانتخابيه نزلنا للشارع وحبينا نشوف واش يقولوا لنا المواطنين الجزائريين حول هذه الانتخابات وعلى اي اساس ينتخب المواطن الجزائري. تابعوا معنا. عندي كارطة تاع الفوط بيان سور فوطي على ورا المشكل نفوطي انا نورمال راح نمد حقي نمد الصوت تاعي قلت لكم فوط يا وليدي كيفاش تفوطي يما علي من يعني كيف تخيري الانسان اللي تفوطي عليه الانسان اللي والم اللي والم يا وليدي إيه لازم نكونوا نعرفوه ماشي تفوطي برك كيفاش تتخيل المترشح وتفوطي عليه كيفاش تخيره انا تسمى شوف لي قنعني هكايا انسان يكون وليد فاميليا عاقل على بالي باللي ماشي وليد حومتي لا ما خاطينا جهوي اخويا العزيز يقدر يكون براني بصح يخدم رجله هذاك هو الصح يعني انت تشوف البرنامج ماشي تعرفه بيان سور باينه هذيك يو بلي في راس بنادم يكون وليد حومه يكون قريب انسان تكون تعرفه خير هكذا بالك يكون انسان كيما يقول لك يكون خدام يكون النيفو تاعو شويه طالع على اي اساس انت تخير الانسان اللي تفوطي عليه باينه اخونا انا ماذا بيا نخير واحد لي يخدم لي بين خدمته ماشي تخير واحد لي نهار الانتخابات يجي بين روحه يواسي نهار اللي توصل للصح حاشاك وحاشاك دارك ريكار تاع وسمو تحب تسرحو ما تصيبوش ايه كاين بزاف حوايج كاين بزاف واش رايك في لي فوطي وعلى يعني الانسان شغل معرفتهم جارهم ولا فهمين يا خويا ولا كان صالح يكون خويا ويكون صالح يخدم نية تاعو صافية ويخاف الله ويخدم بوركوا با انا واحد بعشر يدين نفوطي عليه مع انطلاق الحمله الانتخابيه يعني المترشحين اللي راك شايفهم لحد الان ترشحوا كيفاش راك تشوف فيهم؟ كاين اللي يقنعوا كاين اللي ما يقنعوش بكل صراحه انت تحضر التجمعات اللي حيديروهم الشعبيه اللي راح يديرهم سا ديبون شكون راح يدير التجمعات ماشي كاع نحضر لهم ماشي كاع نحضر لهم لا يعني تخير بعض المترشحين اللي يقنعوك تحضر لهم اللي نعرفهم انا شخصيا تحضر التجمعات اللي يديروها المترشحين انا ما نكذبش عليك ما نحضرش باسكو لا بيبا ما نكذبش عليك انسان مصارح دوك تنجم تعرف انسان هكذاك وليد حومتك تكون قريب عليك وتكون تعرفه اللي تنجم تفوطي عليه تكون كونفيونس لازم تتبعه باش تعرف وين راك راح ترمي الصوت ديالك يا اخو يعني تبع المترشح تبع المترشح تحضر التجمع لازم تحضر باش هكذاك شغل هكذاك انت حبيبي وكذا ماهيش ما نروحوش بعيد ما تخرجش علينا اخو انا ندعي حاجه للبلاد هذه ان شاء الله ربي يجيب لها رجال صالحين يصلحوا البلاد باسكو توجور كاين اسبوار النزاهه اي انسان نزيه يستاهل انه يمثلنا مواطنين النزاهه ثم النزاهه ثم النزاهه ان شاء الله ربي يوفقهم وتكون صح جزائر جديده ان شاء الله صح يخدموا واش داروا الغلطات اللي فاتوا باش نبنوا الجزائر وباش تبني اي بلديه لازم انسان يشارك تكون مواطن ما تقولش ما دارولوش ما عملولوش مادام انت عندك انسان مؤمن به فوطي عليه خليه يمثلك انت علاش ما ترشحتش عمو ولا نترشح انا في عمري 66 سنه قال لي تشريح انا ما قعدت لي حتى حاجه ما قعدت لي حتى حاجه انا نستنى وقت نروح للجبانه وخلاص حاجه راك حاب تقولها لهاد المترشحين اللي ترشحوا هاد المره يخدموا خدمتهم يا اخو انسان كيبوطي عليك لازم تخدم خدمتك يا اخو هذا ما كان عطاوك امانه كمل بها يا اخو انت واش ما ياك كيما يقول لك شهريتك راك تديها دراهمك تديهم هكذا شي راك تديه على الحاجه زياده وهذيك وهذاك هذاك هذاك وليد حومتي وهذا ما دخل هذا وخرج هذا وكذا هذه ماهيش في بلاصتها يا اخو فوت نشوف لا لا واش تشوف؟ ها؟ نشوف لي تعرفه تعرفه كون صالح كون تفوطي انت تفوطي غير على اللي تعرفه بيان سير واحد اللي نعرفه ولا ما عرفوش على لا لا ولا لما تشوف البرنامج تاعه بلا مادابينا البلاد تجي تتسقم ومادابينا نفوطيو على عباد انتيك وما دابينا نفيطوا على عباد اللي يسقموا هاد البلاد وشنو صعيبه شويه ان شاء الله ربي يفرج وان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله نشوفوا انسان انسيان ويد الحومه ويد وانسان يكون انسان يمشي على الحق انا ما خبيش عليك انا نفوطي على واحد اللي يخدم البلاد ماشي يعوجها